المهرجان الوطني للبرقوق من تنظيم التعاونية الفلاحية البوغرينية والجمعية الوطنية لمنتجي ومتمني البرقوق بتنسيق مع المديرية الجهوية للفلاحة لجهة فاس مكناس، يعود في دورته الثانية بجماعة عين تمنجاي بإقليم صفرو تحت شعار تجميع سلسلة البرقوق ضمان لجودة الإنتاج وتأهيل للتسويق، وذلك ما بين 4 و 6 أكتوبر 2019. برنامج المهرجان يتضمن معارض تجارية، ندوات فكرية، فقرات فنية ورياضية، حملات طبية، عروض في فن الفروسية. مهرجان البرقوق ملتقى للتنمية. للمزيد من المعلومات تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك.